من خلال متابعتنا لقائمة المنتخب الوطني واللاعبين المستدعين من طرف المدرب الناخب الوطني جمال بالماضي، لاحظنا أول انطباع أنه حاول ضخ دماء جديدة للمنتخب من خلال استدعاء لاعبين جدد، يعني ما نشطوش في المدة الأخيرة مع المنتخب، على غرار بالعيد اللاعب اتحاد العاصمة اللي يحب يوجه رسالة من خلاله أنه عندي نظرة على البطولة المحلية، عندي نظرة على اللاعب المحلي. أيضا استدعاء لاعبين جدد يعني تدخل في إطار تجديد المنتخب الوطني وربما فتح صفحة جديدة ومرحلة جديدة، لأنه في السنتين الأخيرتين عشنا خيبتين، خيبة كأس العالم وخيبة بطولة إفريقيا الأخيرة، مرحلة جديدة للاعب للتأهل لكأس إفريقيا المقبلة. ربما البعض يتساءل لماذا لم يستدعى بن رحمة مثلا، لاعب متميز في البطولة الإنجليزية، لكن أعتقد حسب رأيي الشخصي أنه المدرب حب يوجه رسالة أن ليس كل لاعب يستدعى في القائمة سيلعب سيكون يعني مكانته مضمونة، وإنما إذا لم تندمج مع طريقة اللعب، إذا لم تندمج مع المجموعة قد لا تستدعى في التربص المقبل. ربما هي قائمة منطقية لأن المدرب أول فكرة أول شيء حب يفرضه في الفترة المقبلة هي تجديد الفريق، تجديد التشكيلة، دماء جديدة، وربما بطريقة تدريجية راح يشكل فريق مستقبلي بعد تجديد عقده مع الفاف وتجديد الارتباط مع الاتحادية ومع الشعب. إن شاء الله بتوفيق المنتخب الوطني في مواجهتين مقبلتين وتأهل لكأس إفريقيا المقبلة. من الوهلة الأولى بعد إلقاء النظر على قائمة الخضر نجد أن الناخب الوطني وفق في هذه القائمة بعد استدعاء 6 لاعبين جدد، على غرار شعيبي لاعب تولوز، على غرار حجام لاعب نيس، على غرار بوعناني لاعب نيس، بالعيد لاعب اتحاد العاصمة، وفق في هذه القائمة، في حين استغنائه على لاعبي الدوري الخارجي. وإن شاء الله نشوفوا لاعبين خضر اللي راهم في كافه انحاء العالم يختارون هذا القميص الوطني. ان شاء الله في المقابله الجايه نشوفوا لاعبين جدد يقدموا اضافه للمنتخب الوطني، مقابله امام النيجر، مقابله مشاهده اللاعبين الجدد، لانها مقابله نظن انها مقابله شكليه، لأن مستوى المنتخب الوطني ومستوى المنتخب النيجيري فرق شاسع. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.